أيضا عشان بس بقول لأصدقائنا وأشقائنا اللي في أفريقيا اللي موجودين معنا هنا، هو تتصوروا إن قلة الموارد ممكن تبقى عائق أمام تحقيق الأهداف؟ صحيح أي هدف يبقى محتاج يعني موازنات وأموال وحاجات كتير، لكن صدقوني ودي تجربتنا هنا لما اتكلمنا. أنا أفتكر أن أنا جبت شركات الأدوية الأمريكية وإحنا هناك في بنتحدث معهم على من هم يساهموا معانا في توفير العلاج بتكلفة مالية يعني نقدر ننفق عليها العلاج ملايين من المصابين في مصر. ولقينا أن رغم أن كان الدواء ساعتها ب10,000 دولار ويمكن يعني، لكن احنا تحصلنا عليه بتكلفة اقل من كده، وده امر مشكور كمان لشركات الادوية اللي انا برحب بيها وهي موجودة معنا هنا. وبقول لهم بقى خلي بالكم ان افريقيا سوق واعد، اذا كنا النهاردة 1,250,000,000 او 1,300,000,000 فخلال 20-30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار، ده سوق كبير قوي. وبالتالي المستقبل لأفريقيا، المستقبل لأفريقيا، يمكن الناس ما تشوفش ده. المستقبل لأفريقيا، أنا عايز أقول أفريقيا 60-65% من سكانها شباب ويمكن أكتر من كده، يعني لسه في فرصة. فارجع تاني أقول عشان بس ما يفوتنيش ان انا اسجل بتقدير شديد باسمي وباسم كل المصريين كل الاحترام، سواء للي اكتشف الفيروس الدكتور هارفي او للشركات المصنعة لهذا الدواء والادوية الاخرى، كل التقدير لهم وكل الاحترام لهم. نرجع نيجي هنا يعني تعقيبا على كلام زملائنا المشاركين سواء في يعني في الجلسة الاولى والجلسة الثانية، انا مش هقول كلام كتير، لكن انا هقول لكم ما احنا دولة افريقية زي كل الدول الافريقية، مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير، واحنا عدد سكاننا برضو مش قليل، يعني احنا النهاردة بنتكلم في اكتر من 100 مليون. كتير من الدول الافريقية ما عندهاش العدد ده، باستثناء يمكن 5-6 دول ولا حاجة، ولكن زي ما بقول كده ما لدينا، وانا بقولها باخلاص وارجو ان تصل الى كل من يسمعني، احنا مستعدين ان احنا نتعاون معكم في كل المجالات اللي انتم مستعدين او تأملوا ان احنا يعني نتعاون معكم فيها.